لا أفهم كيف أن ممثلا اسمه محمود حميدة بمشواره الطويل المتألق يؤدي بعض الأدوار التي بإمكان ممكن نقول أي ممثل آخر يؤديها، منها مثلا مشاركتك في فيلم يوم للستات من إنتاج وبطولة إلهام شاهين إخراج كاملة أبو ذكري. شنو الشيء اللي ممكن يحفز محمود حميدة أنه يشارك في عمل مثل هذا مثلا؟ لا أشياء كثيرة مش شيء واحد يعني. أولها أن منتجة الفيلم هي زميلة عزيزة وعايزة تعمل فيلم، يعني الجانب الشخصي يحفز طبعا ماشي المهني. نمرة اثنين كاتبة السيناريو أنثى والمخرجة أنثى، وأنا أشجع أن يكون العنصر النسائي موجودا في الصناعة بقوة. إذا الدافع ذاتي وليس موضوعي بالضرورة، هذا اللي هو هنا أصبح ذاتيا موضوعيا. يعني أنا موضوعي أن المرأة يجب أن تكون موجودة بقوة في الصناعة وليس عفو الخاطر أو مجاملة كما نفعل مثلا في المجالس النيابية، نعين أو نجعل مقاعد معينة لا بد أن يشغلها الإناث. أنا ما بحبش كده، أنا عايز المشاركة تكون بقوة. فأنا عندي أسباب. مسألة أنه من ممكن أي ممثل تاني طبعا يلعب، ولكن هننظر برضو في مواصفاته التاريخية، أي تاريخه على الشاشة، لأن ده له ثقل عند السيد المتفرد.